Now, activity number three. Read and circle the correct words. مطلوب منا نقرأ ونحط دائرة حول الإجابة الصحيحة. لو طلعنا بشكل هيك عام، حلاقي إنه هو هذا السؤال بحكي عن الـ verbs، عن الأفعال، لأنه كل خياراته على الأفعال. أوكي؟ قبل ما نحل هالسؤال، لازم نعمل revision، مراجعة لنوعين من الأفعال، اللي هم الـ present simple، present past أو simple past عفواً، الماضي البسيط والمضارع البسيط. نشوف هاي السلايد مع بعض. Here we have simple present versus simple past. نشوف كل واحد وشو استخداماته، الماضي البسيط والمضارع البسيط. Simple past استخدامه to talk about actions happened every day or habits، عشان نحكي عن أحداث تحدث كل يوم مثل العادات. أما simple past الماضي البسيط نستخدمه عشان talk about actions happened in the past، حدثت في الماضي. إذن الفرق بينهم إنه الأول بيحكي عن أحداث تحدث every day كل يوم، الثاني أحداث حدثت في الماضي. What are the keywords، الكلمات المفتاحية اللي بتساعدني عشان أعرف هذا الفعل هو شو؟ أول كلمة عندي في simple present every day، every week، every Sunday، every Monday. أوكي، كل هدول كلمة every كل وما نشوفها معناته أنا بحكي عن present simple. أما الـ simple past الكلمات المفتاحية yesterday البارحة، last summer، last weekend، last night، كل هدول الكلمات بتدلل إني أنا بحكي عن الـ simple past. ناو نحكي عن الفورم، شكله كيف شكل الـ simple present. احنا اتفقنا إنه الضمائر تقسم إلى نوعين، في عندي ضمائر مفردة singular وضمائر جمع plural. هلأ الضمائر المفردة like she و he و it، أحكولي إذا بتيجي she و he و it الفعل بنحط له s، واضحة الفعل إذا كان الاسم مفرد يأخذ s، لكن إذا كان في عندي they we you I جميعهم رح يأخذوا الفعل بدون s. شو يعني بدون s؟ يعني nothing، بدون أي إشي، بضلوا الفعل مثل ما هو. برجع بعيد، إذا كان الفاعل مفرد، أوكي؟ عفواً، إذا كان الاسم مفرد، الفعل بياخد أس، لكن إذا عندي جمع ما بياخد ولا أي إشي، بدون أس يعني nothing، بدون أي إشي. هذا الـ present simple، إذا بضيف أس مفرد، بدون أس جمع. أما simple past الماضي البسيط فبحكي لي أنا ما بتفرق علي لا مفرد ولا جمع، شو ما يكون يكون، سواء كان مفرد للشي والهي والإت، أنا بدي أخذ الفعل الثاني اللي هو التصريف الثاني. شو هو التصريف الثاني؟ يعني لا إما بياخد إيدي عشان أحاوله ماضي، أو إني بغير شكل الفعل. وإذا كان برضو جمع like they we you I، برضو بدي يأخذ الفعل الثاني يعني إيدي أو بغير شكله. إذن نركز كثير على شغلة كثير مهمة، إنه في simple present في المضارع البسيط بيفرق علي إذا كان عندي مفرد أو جمع. المفرد الفعل بياخد أس، والجمع ما بياخد ولا إشي، بيضلوا مثل وهم. أما في الباست ما بيفرق علي مفرد أو جمع، بضل الفعل مثل اللي حول الفعل للماضي، لأما بضيف له إيدي أو بغير شكله. سوري. شوف أمثلة عليها. She plays tennis. She هي الفاعل مفرد، الفعل أخذ أس. Number two. We نحن جمع. Eat breakfast. إيه نأكل، ضلت مثل ما هي، ما ضفنا لها ولا أي شيء. Three. I do my homework every day. أنا أحل واجباتي يوميا. I بتعامل معاملة الجمع، إذن الفعل ما بياخد ولا أي شيء. في المقابل نفس الجمل أنا حولتهم للماضي، حكيت إذا بدي أحول للماضي الفعل نفسه، لإما بدي أضيف له إيدي إذن هو منتظم، أو بغير شكله تماما غير منتظم regular and irregular. نشوف الجملة الأولى، she الفاعل نفسه plays تحولت إلى played، حطت لها إيدي هي منتظمة، she played tennis. أوكي، we الماضي من eat
ate breakfast. هنا تغير شكل الكلمة. Irregular. الماضي من eat ate. Number three. I did my homework yesterday. I did. الماضي من do did. أنا حليت أو قمت بحل واجباتي البارحة. I did my homework. إذن الشغل الوحيد اللي بنركز عليها إنه الفاعل هو اللي بيحدد لي أنا شو بدي أختار. الفعل أحياناً بدي يجي وراء. إذا كان مفرد في المضارع البسيط يجب أن يأخذ أس، وإذا كان جمع ما بياخذ أس. أما في الماضي البسيط ما بتفرق علي مفرد أو جمع، في الحالتين يجب أن أضع إيدي للفعل أو أغير شكله إذا كان غير منتظم. الآن نعود للكتاب ونشوف الأسئلة. هون لو انتبه ما في عندي ولا أي كلمة مفتاحية، إذا أنا هون لازم أركز على الضمير، على الاسم في بداية الجملة. نشوف الاسم. عمر borrow or borrowed Ben's computer. نشوف عمر مفرد، شخص واحد. بأنه مفرد إذا كان مضارع لازم يأخذ الفعل أس، وإذا مش مضارع إذا هو ماضي بده يأخذ إيدي. تعالوا نشوف الخيارات اللي عندنا. borrow في معها أس؟ no. طب borrowed في معها إيدي؟ إذا شو الخيار اللي أنا بدي أختاره؟ هذا مفرد، مفروض إذا كان مضارع يأخذ أس، بس ما عندي ولا خيار في أس، إذا أنا بلجأ لمين؟ بروح للماضي، سبتصير borrowed. عمر borrowed Ben's computer. أوكي، برجع بعيد وبكرر. ليش أنا هون اخترت borrowed بالماضي؟ لأن المضارع عندي خطأ. borrow لازم يكون معها أس المفروض عشان يأخذها عمر، وأنا ما عندي أس إذن أنا بلجأ للماضي. نشوف number two. Omar's dad. Omar's dad. أبو لعمر. أبوه شخص واحد مفرد. بده يأخذ choose ولا chose اختاره the TV program. عندنا choose يختار بالمضارع و chose اختاره بالماضي. برجع لعمر's dad. Omar's dad واحد مفرد. المفروض إذا كان مضارع الفعل ياخد أس. طب هل choose معها أس؟ no. وchose الثانية ماضي. إذا شو الإجابة الصحيحة؟ chose the TV program. 3. Vania helped Amy use the mobile phone. رانيا شو بعتبرها؟ مفرد للأنثى واحدة، شخص واحد. لأنها مفرد إذا كان مضارع الفعل لازم يأخذ أس. نروح ندور على الأس. help فيها أس؟ no. طيب الخيار الثاني helped بالماضي، إذا أنا شو لازم أختار؟ رانيا helped Amy use the mobile phone. أوكي، number four. you click or clicks on the mouse. you أنت تعامل معاملة الجمع. لو رجعنا على الباوربوينت حبينا نتأكد بس، هاي كلمة يو تتعامل معاملة الجمع، وقلنا الجمع ما بياخد أس. أوكي، وإذا كان بالماضي نضيف له إيدي أو نغير شكله. تعالوا نشوف الخيارات اللي عندنا. you click or clicks on the mouse. أها، قلنا جمع، تاخذ click or clicks مع أس ولا بدون؟ Very good. So you click on the mouse. Five. You press or pressed the blue button to turn on the mobile phone. You جمع. إذا مفروض الفعل ما ياخد أس، وفعلا أنا هون الفعل ما أخد أس، بس برضو في المقابل في عندي pressed ED بتزبط. لكن في هاي الحالة إحنا دائما بنتجه للفعل المضارع بالأول. So you press the blue button to turn on the mobile phone. Number six. You turns on the computer with this button. نطلع على الاسم. الفاعل you اللي هو إنه تعامل معاملة الجمع. الجمع ما بياخد أس. ندور. turn or turns.
turn. Very good. So you turn on the computer with this button. Thank you.